السلام عليكم. رسالة للسيد مقتدى الصدر. نحن فدنا من معتصمين ساحة التحرير المعتصمين في شارع المحاذي للمطعم التركي. قررنا الانسحاب من هذا الشارع بسبب تصرفات أتباعك الماكثين فيه احتجاجا منا على الحركة الأخيرة الغير سلمية التي قاموا بها أتباعك من جهة وحفاظا على أرواحنا من جهة أخرى. فدخولهم لساحة التحرير والشارع المعتصمين فيه بسبب مشاجرة بين أحد المتظاهرين وأفراد من سرايا السلام، وقد تم معالجة الموقف قبل دخولهم المرعب وهم يحملون السلاح بشتى أنواعه والاعتداءات التي حصلت على بعض المتظاهرين السلميين، فما هو إلا تهاون وتطاول على سلمية الثورة والثوار. عاش العراق والعراقيون أحرارا كرماء. طيب الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. شفنا المقطع اللي تحدث فيه أحد الشباب ومعه شباب ثورة تشرين المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير في بغداد، ووجهوا رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وذلك بعد هجوم ميليشيا السرايا عليهم يوم أمس على الساحة وضربهم للمتظاهرين. طبعا معروف بأن هذا الهجوم أو هذه الهجمات يعني ليست الأولى، ويبدو مع الأسف ليست الأخيرة بحق المتظاهرين السلميين في ساحة التحرير في العاصمة بغداد أو في الساحات الأخرى. يعني في الأشهر الماضية شهدنا هجمات على ساحة التحرير، إن كان في بغداد من قبل القبعات الزرق، ما يسمى القبعات الزرق التابعين للتيار الصدري، وكذلك في محافظة النجف ومناطق أخرى من العراق. اللي صار البارحة أنه صارت مشادة كلامية بعد أنه أحد أتباع التيار الصدري رفع السلاح على مجموعة من الشباب المتظاهرين. استطاع الشباب المتظاهر أخذ السلاح منه، بعد ذلك دخلت سيارات مدججة بالأشخاص يحملون أسلحة تابعين إلى ميليشيا السرايا، دخلوا إلى ساحة التحرير، ما دفع بعض الشباب مثل ما شفنا في الفيديو بالانسحاب من أحد الشوارع المطلة على ساحة التحرير في بغداد. خلونا نشوف مقطع دخول عناصر ميليشيا السرايا إلى ساحة التحرير يوم أمس. عليكم، هاي سرايا السلام اليوم يعمل مطعم التركي، تجاوزوا على الولد التاريخ 4/5/2020. هاي تجاوزوا على هذا الولد ابو الابيض، هاي اليوم بدي الساعه 10:15. سرايا السلام الان في ساحه التحرير. السلام عليكم، هاي سرايا السلام اليوم يعمل مطعم التركي، تجاوزوا على الولد التاريخ 4/5/2020. هاي تجاوزوا على هذا الولد ابو الابيض، هاي اليوم بدي الساعة 10:15. سرايا السلام الان في ساحة التحرير. نعم، شفنا بعض اللقطات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء هجوم ميليشيا سرايا السلام أتباع التيار الصدري على المتظاهرين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد. معنا من بغداد الناشط محمد. أخي محمد تفضل، شنو اللي صار البارحة؟ طبعا هجموا على جماعة سيد مقتدى، هم أصلا مو هيك ميليشيات وقحة، هجموا ولد واحد منهم ظهرين لازم واحد منهم لازم سلاح،
واحد مباراه شاف السلاح اديه قال لي قال احنا فيلمين وما ادري شنو ليش خرب صورتك في المظاهرات هذا جماعه السيد مقتدي هذا علي الوليد قلت له وبعدها صارت المشكله طبعا جماعه السيد مقتدي هذا مو اول مره يعيدونها دائما دائما يتجمون على الوليد ويخلون وهواي مرات جابوا طالع ما يحرك وخلونا يم الخيمات يصورونهم ويقولون هاي جماعه ناشطين ظاهرين يشربون حتى يتهمون المتظاهرين بانه يعني يجيبون هذه الاشياء اي يصورون هواي اشياء قدره على مشيني يبونها عين براسنا على المظاهرين واحد يوم مدججين بسلاح هواي سيارات عسكريه نعم عسكريه وغير عسكريه القبعات الزرق ميليشيا طبعا هم مو نعم مدنيين او شيء احنا شفنا بالمقطع اخ محمد انه بعد اللي صار العركه اللي صارت بين يعني اتباع مقتدى الصدر دخلت سيارات بها مسلحين شنو هدفهم من دخلوا يعني اكثر من سياره وبها اكثر من شخص وهم مسلحين مجموعين معايا بالسلاح نعم يهددون وهاي على مود لا تطلع 5 10 5 شلون تهديد السبوتين او نعركين ها يعني الهدف من هذه المشكله وهذا الضرب وهذا الهجوم هو حتى منع المتظاهرين من ان يقوموا بالتظاهرات اللي على اساس تكون يوم 10/5 اليوم اي نعم تليوني القضاء على المظاهرات وتهديد تهديدها بشكل عام على الناشطين نعم بعد اخي محمد سولفنا على وضعكم اخباركم والله مسانين 15 على مود 15 على مود الناس في المظاهرين والسواق وان شاء الله مليونيه شركه معافضات الثمانيه 10/5 تقصد نعم ان شاء الله نطلع بها مليونيه وان شاء الله الثوار يجون يعني هواي يصير عدد مليون ترجع ان شاء الله 25 اكتوبر نعم والوضع هسه حالياً تمام مو تضربوا حيثون امريكيين بالسلاح نعم اخي محمد نعم هناك دعوات للتظاهرات تكون بعد العيد حتى شويه تدري ازمه كورونا حتى ما ينتشر هذا الفيروس بين المتظاهرين ينقلوا الى اهاليهم شنو رايك بهذه الدعوات انه تكون التظاهره المليونيه بعد العيد صالح محمد العراقي اللي تغريد ارباحه كم هي قال بس هو ما خاف على مجلس الصدى لما تسوى فيها صلاه جمعه ما خاف لما تسوى صلاه جمعه بالكوفة الا من ظهرنا قال لي مليونيه طبعا الحكومه اكثر من كورن نعم مدينه الصدى لحد الان ما اصلا بها شيء تسمعها وما حد حكي على كورونا وقطر وشيء بس بعض الناس يقولون على هالشيء كورونا خوف ما ادري شيء ان شاء الله ما يصير بينا شيء الله يحفظكم ويوفقكم انا اشكرك اخي الناشط محمد من بغداد كان معنا عطله من الدجيل تفضل عطله الحويجه من الحويجه نعم حجي عطله من الحويجه من الحويجه حياك الله يا هلا بيك تفضل شكرك اخوي العزيز يا هلا بيك الله يسلمك ويخليك عندي ابن طالب مدرسه وعبد خبر انه عمل الدواء عشان هدم على طريق الشرقاط وخذهم من الشرقاط صار تسجيل ما اعرف مصيره شنو. نعم، ايش قد عمره ابنك؟ ايوه والله عمره مواليد 94 عمره 90 سنه طالب مدرسه الله يرحمه. نعم. اي أيوة والله عبر على الشرقاط وقرب سرعة الحاسبة وهذا اليوم صار فلتش لينه ومطمان ما عرفتوا أي خبر عنه لحد الآن أي خبر ما عرفنا رحنا للناصرية وطردونا نروح على سنة الكنالي وطردونا نروح على جرفة الصخري وطردونا طيب ما أعرف مصير نعم أي والله أخوي العزيز والله الله يعينك شو اسم ابنك بلكي احد من الخير عيد لي على كيفك محمد عطله عبد الله محمد
محمد عطله. عبد الله محمد. عبد الله محمد، نعم. اي والله. الله 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 يعينك، الله يفرج عن كل بري يا رب. والله ما مو راح صار تنزل في نور مش بالله العظيم، طالب مدرسه والله استاذ عمر واحد لا اله الا الله. لا حول ولا قوه الا بالله. اي والله. نعم. الله يعينك، الله يعينك، الله يعينك. بلكي احد من الخيرين يسمع اسم ابنك يقول موجود بيا مكان محجوز مسجون، الله يفرج عن كل بري. انا اشكرك حج عبد الله من الحويجه كان معنا. نعم، مثل ما استمعنا الى الناشط محمد من بغداد بيقول لك انه الهجمات متكرره على ساحه التحرير من قبل وصفها بالميليشيات الوقحه اللي تابعين الى اتباع التيار الصدري. طبعا صحيفه العربي الجديد كذلك يعني تحدثت مع عدد من الناشطين في ساحة التحرير. نجي على بعض الشهادات. المتظاهر علي حسين يعني قال بأن عناصر التيار الصدري هجموا على ساحة التحرير بأكثر عفوا من 5 عجلات تحمل مسلحين مثل ما شفنا بالمقطع. مع العلم قال بأن المتظاهرين لا يملكون أي أسلحة، وهذه الحركات التي يعرفها المحتجون عن المسلحين التابعين للصدر هي طريقة لتخويف وترهيب المحتجين. وبين بأن عناصر جماعة سرايا السلام التابعة للصدر اعتدوا بالضرب على المتظاهرين فيما حاولوا أن يزيلوا عددا من الخيام، إلا أن اقتحامهم بطريقة العصابات كما وصفها للساحة سرعان ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وكالات الأنباء، وهو ما دعاهم إلى المغادرة. هذه شهادة أحد كذلك الناشطين هناك. كذلك أحد المتظاهرين روى إلى صحيفة العربي الجديد واقعة الهجوم المسلح ليلة أمس بالتفصيل، حيث بأن قال بأن أحد عناصر التيار الصدري كان مسلح ولأسباب استفزازية أشهر سلاحه في وجه عدد من الشبان من المعتصمين داخل ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، إلا أنهم تمكنوا من نزع السلاح وقدموا شكوى بحقه لدى عناصر التيار الصدري الموجودين في مبنى المطعم التركي. طبعا بحسب المتظاهرين كذلك أتباع الصدر أنكروا وقالوا السلاح مو عائد إنه، كما أنكروا معرفتهم بالشخص حامل السلاح وهي ذريعة لاتهام المتظاهرين بأنهم يحوزون أسلحة في خيامهم المنتشرة في ساحة التحرير، ما دعاهم إلى مهاجمة خيام الاعتصام بحجة البحث عن أسلحة. ومثل ما يعني أكد الناشط محمد قبل قليل من بغداد وقال بأنهم يعني يقومون حتى بجلب مواد كحولية وضعها بجنب الخيام وتصويرها حتى يتهمون المتظاهرين بأنهم يقومون بهذه الأفعال. معنا اتصال من بغداد. نعم، انقطع الاتصال. معنا اتصال حسن من كربلاء. تفضل حسن. حسن تسمعني؟ حسن من كربلاء. أخي حسن تسمعني؟ انقطع الاتصال كذلك مع حسن من كربلاء. طبعا معروف من أكثر من 4 أشهر يعني من دخلوا أتباع التيار الصدري وسيطروا على المطعم التركي وضربوا الكثير من المعتصمين، وهناك شهداء سقطوا في النجف وفي بغداد بعد هجومهم من قبل ما يعرف بالقبعات الزرق. نعم، معنا اتصال قيس من الأنبار. تفضل قيس. قيس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك. تحية للثوار ساحة التحرير. حياك الله يا أهلا بك. بس نصل التلفزيون أخي قيس، نصل التلفزيون للأخير الله يخليك. نعم تفضل. سعد عمر. نعم سعد عمر، هسه الرواتب مال المتقاعدين ماكو. نعم. أنا مواليد 70. نعم. إذا احتكوا بالرواتب مال المطوعين، يعني أنت تدري هسه يقولون ماكو سيول، ماكو يقولون الرواتب مال المتقاعدين. نعم. وهي مبينة يعني مو بس مال المتقاعدين. مبينة يعني راح تكون لا للرعاية ولا الناس هاي اللي وقعوهم بالمحافظات.
اريد نقول المحافظات اللي وقعوها واللي وبقي صدام حسين داعش ما كان موجود. ايش معنى من احتل امريكا احتلت العراق مو نعم وسلمت لايران ظهروا الدواعش، الدواعش منين جوي؟ نحن نعرفهم الدواعش منظمه ايرانيه وكل الشعب العراقي يعرف الدواعش منظمه ايرانيه. يعني وبقت صدام وبقت الحكومه السابقه ماكو دواعش ولا اكو حتى بالدول العربيه دواعش. الدواعش فرجوا من ايران وامريكا وهاي الحكومه اللي نعم. مارست كل الشغلات المزينه ويانا. الحكومه هاي شريكه بقتل الشعب، شريكه بترهيب الشعب، كلياتهم احنا نعرفهم، كل واحد راح للبرلمان راح ديبوق. احنا كنا ولد العشائر كلياتنا نعرفه. كل واحد عضو بالبرلمان راح ديبوق. وهسه على سبيل المثال اي واحد من البرلمان تلقاه ماخذ له ما ادري كم مليار وعود على اساس يسوي المحافظه مالته، وكلهم اخذوهم وتخاتموهن وماكو لا ماي ولا كهرباء ولا صحيات ولا زراعه، ما شال العراق، لا وزاره الزراعه ظلت به ولا صناعه، وسلمونا ما شاء الله الا ان نجيب من تركيا موادنا بالنسبه للزراعيه، المواد الزراعيه. المواد اللي ياكلها الشعب العراقي نروح نصدرها من تركيا وايران. نعم. يعني مع كل الاسف والله، وان شاء الله هسه نعطيهم مجال احنا ان شاء الله، وما راح نعطيهم مجال. بعد العيد راح ينزل لهم الجيش السابق هالمره، وشوف ايش راح يسوي فيهم، وعن عيون المتظاهرين راح يجيكم الجيش السابق. راح يجيكم الجيش السابق وراح يعلم هذول الخضراء وغير الخضراء، والا نرجعهم لايران حفاي، الا حفاي نرجعهم. حفاي راح نرجعكم، اصبروا. هاي الاحزاب اللي جيتونا، الاحزاب اللي جيتونا من ايران، اسمعنا السنه ما عندهم احزاب. اسمعنا انا مع الاسف اقول للقوه السنيه، القوه السنيه ليش ما عندكم جيش؟ والله والله لو القوه السنيه عندهم جيش لا يفيضون بهم ولا حزب يوقف من ذول الحثاله. ولا حزب يوقف من ذول، لا الحكمه ولا التيار الصدري ولا هذا مقتدى الصدر اللي مسوي نفسه صدر على الشيعه، الشيعه اخوتنا. والشيعة اخوتنا واحنا نحميهم، احنا سنة واحنا راح نسلمها، واحنا والساعة موجودة ان شاء الله تحت التحرير موجودة. وجيناكم يا حثالة يا سراق يا حرامية، احنا سنة جيناكم. قيس من الانبار كان معنا. ان شاء الله العراقيين كلهم يتخلصون من هذا الظلم اللي واقع عليهم. طبعا معروف بانه يحظر على المتظاهرين دخولهم الى المطعم التركي منذ استيلاء أتباع التيار الصدري على المطعم. حجة أتباع التيار الصدري بأنه يجرى على المطعم التركي عمليات ترميم وتنظيف، وهناك كما أشرنا إجراءات مشددة على المطعم التركي، ما حد يدخل إلى المطعم التركي إلا من أتباع التيار الصدري. ووضعوا كاميرات، وتقريبا حوالي بحسب التقارير الصحفية هناك 50 متواجدين في المطعم التركي من أتباع التيار الصدري، ونصبوا كاميرات مراقبة بمحيط المبنى. طبعا في شهر فبراير شباط الماضي اقتحم أتباع التيار الصدري أو ما يطلق عليهم اسم فريق القبعات الزرق التابع لسرايا السلام الجناح العسكري للتيار الصدري عددا من ساحات وميادين التظاهرات، ونفذوا عمليات قمع واسعة أدت إلى مقتل وإصابة العشرات من المتظاهرين في النجف، كربلاء، بغداد، وهو ما أثار موجة تنديد كبيرة في البلاد. معنا اتصال، ما سمعت الاسم. أبو أحمد من كركوك، تفضل أبو أحمد. أبو أحمد نعم تفضل عيني. أبو أحمد تسمعني؟ أسمعك واضح. تفضل. تفضل اخي. ابو احمد. ألو. نعم تفضل. الو ابو احمد تسمعني؟ يبدو ان هناك مشكله بالاتصال مع ابو احمد من كركوك.
عبد الرحمن من بغداد. تفضل عبد الرحمن. مرحبا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. يا هلا بيك، حياك الله يا اخي. بالنسبه للدائره بالعراق، نعم اي نعم، صوت كله صوت 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 ايران. هاي الاحزاب ذات تحكم العراق كلها احزاب ايرانيه. نعم، ما اكو اي حل ولا اكو اي حل يصير بالعراق. نعم. اذا ما الاحزاب لازم تنشلع، لازم تنشلع فردنا. نعم اي نعم. نعم اخي عبد الرحمن، شنو رأيك البارحة اللي صار بهجوم أتباع تيار الصدري على ساحل التحرير؟ والله على هجوم صار أنا عتب على القوات الأمنية. القوات الأمنية هي المفروض تحمي التظاهري. نعم. يعني وينكم الميليشيات تمشي بكيف؟ هاي الميليشيات لو لا؟ يعني شنو الفرق بين دواعش وبين هاي الميليشيات؟ بس تعرف. نعم. نعم صح. أنا أشكرك عبد الرحمن من بغداد كان معنا. طبعا أحد المتظاهرين وهو غيث أكرم يعني أشار إلى أنه هو معتصم في خيمة اسمها ثورة تشرين، إلى أن الصدر وأتباع يمارسون كما قال طريقة الوصاية على المتظاهرين، ويتعاملون كما قال في ساحة التحرير على مع المتظاهرين على أننا سجناء ونقضي عندهم العقوبة. مع العلم أضاف بأننا خاطبنا الصدر والتيار الصدري وحتى مرجعية النجف بضرورة ترحيل الصدريين عن ساحات الاحتجاج كونهم يمثلون حزبا دينيا وسياسيا كما قال، وأن أساس نزول المتظاهرين إلى الشوارع هو من أجل رفض الأحزاب بما فيها التيار الصدري. أكو اتصال نكمل. نعم، أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. طبعا مبارك احنا بالجهود مع المظاهرين الموجودين بتاع التحرير. نعم نعم أخي أبو أحمد. ونشد على أيديهم طبعا، وكل اللي يصير اعتيادي من إيران وأتباع إيران وديول إيران الموجودين عندنا بالساعة السياسية طبعا على الإطلاق. نعم. وبالنسبة لسماعة داعش اللي يقولون عليها داعش ما داعش، داعش هو من جاب الداعش؟ غير إيران والحكومة العراقية من وقت من كان نور المالكي. اي نص نصر التلفزيون أبو أحمد الله يخليك. صح نصيته. نعم. والموجودين الدكتورون اللي الأبرياء اللي راحوا بيها، هذا راح من جوعه راح غصبا عنه. نعم نعم. أنا أشكرك أبو أحمد من الموصل كان معنا. طبعاً الناشط غيث أكرم أضاف بأن الصدر كما قال يدعي بأنه مع المتظاهرين في مطالبهم الرافضة لكل أوجه الفساد والتلاعب بمقدرات البلاد، لأنه يحمي المنطقة الخضراء من خلال سيطرة جماعته على مبنى المطعم التركي من اقتحام المتظاهرين لها وإنهاء حكم الأحزاب. ولفت إلى أنه في السابق كانت بغداد تمثل مركز انطلاق كل الحركات الاحتجاجية، أما الآن فقد بات من صلاحية أي محافظة أن تخرج في احتجاجات مناهضة للحكومة، وبالتالي فإن الصدر يفكر بطريقة خاطئة لأن بغداد لم تعد مركز الاحتجاجات في البلاد كما قال هذا الناشط. على يعني رفض القيادي أو رفض القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي تسمية سيطرة سرايا السلام على المطعم التركي، يعني رفض تسميته بالاحتلال. بيّن في اتصال مع العربية الجديد صحيفة العربية الجديد بأن الأخطاء تقع في كل الأوقات كما قال وفي كل الأحداث، ولكن وظيفة عناصر التيار الصدري كما قال في ساحات الاحتجاج هي منع أي أعمال تخريب ينفذها المندسون على المتظاهرين أو التظاهرات على حد تعبيره. زين، والقتل اللي صار وهاي الهجمات اللي تصير، أي حماية تتحدثون عنها يا سيد حاكم الزاملي؟ معنا اتصال؟ نعم. إذن أعزائي المشاهدين مستمرون معكم بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، معنا اتصال علي من دياله، تفضل علي. ميثم علي. تفضل. استاذ عمر انا صالح مستحسن. نعم. عسكري. واداوم بالفرقه الخامسه لواحد شريف فوق الثالث. نعم. وعده سبع جهال. نعم. وعده هذا عامل فوق عقيد ركن صدام. وقطع راشدي من 27/3 هذا كان شهر تقريبا 4 ايام. ايش وقت انقطع راتبك؟ 27/3 بهاي السنة. بهاي السنة هذا صار تقريبا شهر وشوية صارت عدة ظروف. اي ليش انقطع الراتب؟ ليش انقطع؟ انا والله العظيم انا كنت عند الظروف بالبيت. شلون؟ كان ياخذ من عندي انا كانت عند الظروف بالبيت خاصه. ايه يعني تغيبت. ايه لا قبل ولا انا اتبرع له. نعم. اتبرع ياخذ من عندي بشهر 900,000. يعني هاي كل شهر ياخذ منك 900,000؟ اي وحقب لك الاسلام، شوية ضرب خاص صاحب البيت. نعم. ما اقدر احكي بيه. نعم. اي وياخذ من عندي بشهر 900. ايش بقى العدد من الراتب اذا ياخذ منه 900؟ المهم يجيب لي 400 وشهود اكو عليها، رئيس عرفه ابو الاستخبارات كلها عليها. نعم. زين صار لك كم سنة ياخذ منك هاي 900,000؟ اي الله شاهد علي واكو شهود داخل الفوج. اخي علي بس حتى نجي وحده وحده بالتفصيل. صار له كم سنه بس اسمح لي، صار له كم سنه ياخذ منك 900,000 كل شهر؟ سنه كامله. صار له سنه. وشهر ثلاثه شهر ثلاثه انت ما استلمت باقي المرتب مالتك. ليش ما استلمت اذا انت دعت تعطي 900,000؟ والله دق علي وقلت لك هاي شويه ظروف وما صارت في البيت ظروف خاصه هو يدري بيها. نعم. وانا شفت كل شريف كل طيب والله شاهد سبع جهال عندي. نعم. قلت يم الله ويمكم. شو اسمه هذا الضابط ويا فرقه؟ تقدر تسميه؟ فرقه الخامسه. فرقه الخامسه لواحد شريف ولد الثالث. نعم. شو اسمه؟ الامر مالتك. شو اسمه؟ عقيد ركن صدام. نعم. اي والله. زين هذا بس ياخذ من عندك لو ياخذ من البقيه؟ لا والله هسه اكو 20 بلدي و23 شال 2 من الاداره. وماكو غير الله وانت هذا شهر رمضان. لا حول ولا قوه الا بالله. شلون مصيبه؟ رحمه على والديك. زين انت علي صار لك سنه ما تداوم مقابل تدفع هذا الجزء الكبير من راتبك. انا ما اقدر احكي لا لا فاهمك انا ما دا اقصد على ليش انت عندك تقول عندي عذر بالبيت. ظرف خاص وهو عندك ظرف خاص ما تداوم صار لك سنه مقابل انه الضابط تطيل الجزء الاكبر من راتبك. رحم الله والديك. نعم. ما اقدر انا للامانه هذا الله فوق راي. هذا صار 1/2/3 وهسه مكلب براتب شهر 3 ما يقبل يعطيك اياه او بالاصح باقي الراتب. يقول رديت ايراد للوزاره التزامين والله تمام. انا عشت كل شريف. زين موقفك هسه انت متغيب مفصول شنو؟ والله يقول لي مفصول. يقول لك مفصول. اي والله ماكو غير الله وحضرتك بعد وهالقناه. نعم. وجزيل الشكر هذا عندي. الله يسلمك، الله يخليك، الله يعينك. بيك البركه. علي من دياله كان معنا اتصال. صباح من بغداد. تفضل صباح. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. رمضان كريم ان شاء الله على العراقيين. سنه خير ان شاء الله.
الله يتقبل. نريد نحكي على التجاوزات اللي تصير على المتظاهرين يعني ساحات الاعتصام. يعني احنا نعرف كل العراقيين الشرفاء يعرفون ان المعتصمين لا عندهم سلاح، شايلين العلم ويطالبون بحقوق يعني كلها مشروعه. نعم. ما عندهم فد سلاح ولا عندهم ميليشيات ولا عندهم يعني تجمعات يعني مخيفه تخوف الدوله. ساحات اعتصام وهؤلاء اكثر الولافتات ويهوسون ويطالبون الحكومه مطالب ان لازم يجي شخص نزيه يحكم البلد. فاحنا نشوف هاي التجاوزات اللي جاي يصير عليهم، الحكومه وينها عن التجاوزات؟ مثلا مصطفى الكاظمي اللي هسه الناس تسولف وقال مصطفى وحكى مصطفى، هو مدير جهاز مخابرات اقوى جهه بالحكومه هاي السابقه راحت، يعني معقوله ما عنده التقارير الرسميه والهاي المجالس التحقيقيه اللي صارت او المعلومات اللي عندهم؟ منو اللي جاي يقتل بالمتظاهرين ومن اللي يخطفهم ومن يحطهم بالجنط يعذب بيهم؟ يعني معقوله مصطفى الكاظمي الناس اللي تريد تخلي ثقه به ويخلونه رئيس وزراء الدماء الشهداء المتظاهرين بالجنوب وبالبصرة وبالناصرية وبكربلة وبنجف وببابل وببغداد؟ يعني معقولة المخابرات العراقية اللي يسمون انفسهم مخابرات ما عندهم معلومات عن اللي الناس المجرمين اللي قاموا بهذا الفعل؟ هم ما يقدر يقدموها لان هم جزء. مصطفى الكاظمي اريد ابين للناس انه هو جزء من هاي الميليشيات وما يقدر يحاسب ويقدم تقارير ان هاي الميليشيات هي اللي جاي تقتل بالاسم. فاحنا نعرف ان سرايا السلام ومقتدى الصدر وحتى هاي بالمرحله الاخيره ان اي شخص حكى على مقتدى يروحوا للبيت ويدقون بيته وحطوهم بالجنط ويعذبوهم ويسجلوهم ويصوروهم ويذلوهم. يعني وين المخابرات؟ وين الاستخبارات؟ وين الامن الوطني؟ وين رئيس الوزراء؟ وين رئيس مكتب رئيس الجمهوريه؟ مكتب رئيس البرلمان انه يصرح يقول من وراء هاي الانتهاكات اللي جاي يصير ضد المتظاهرين السلميين؟ الصباح كان كشفوا عن قتلة المتظاهرين. نعم استاذ عمر، احنا نعرف العراقيين الشرفاء والناس اللي ضد هاي الحكومة الفاسدة يعرفون من وراء هاي الجرائم اللي جاي يصير والانتهاكات، احنا نعرفها كلها وراها سابقا جيش المهدي وحاليا سرايا السلام القبعات الزرق اللي يسمون فسهم. يعني انت اللي تقول اللي سيدهم اللي يقول انا راعي الاصلاح وانا ضد الفاسد والمفسدين، زين انت جزء من العمليه السياسيه. انت الناس هذول اللي جاي يتظاهرون ساحات الاعتصام بالجنوب، المفروض مقتدى الصدر واتباعه ان يدعمهم ويساندهم في سبيل لو اسقاط الحكومه، لو انتخابات نزيهه، لو يعني يجي شخص مناسب. يعني شفنا هاي الكابينه الوزاريه لمصطفى الكاظمي، الكل هم بيناتهم موافقين، يعني الشعب والجماهير والمتظاهرين رافضيهم جمله وتفصيله، لكن هم بيناتهم ما متفقين، يعني ما راح يمرروه، الناس تقول راح يمر، البرلمان ما كامل النصاب مالته، فهم بيناتهم ما متفقين، وكل اللي قدمهم هم ناس متهمين بالفساد، كابينة مصطفى الكاظمي، فهم بيناتهم قادة الكتل، فلان يصير وزير ياخذ من عنده 10 مليون دولار. نعم. وكل العقود اللي راح تبرم وغيرها بالوزاره مالته تابع القائد الكتله واللي وراهم من ميليشيات. والعراقيين تايهين حاليا بين مصطفى الكاظمي وكابينته وبين عادل عبد المهدي وبين التدخلات الخارجيه، والضحيه هو المواطن العراقي البسيط. نعم. اللي حتى ما عنده هسه قوت يومه، اللي قعدوهم حضره جوال وما فكرت الحكومه تقدم لهم سله غذائيه او مبلغ من المال يعينهم على هاي الفتره المزرية الصعبة. الحكومة مت يعني عادي عندها ذينكت لكل الشعب، أهم شيء رئيس الكتلة والحزب والميليشيا التابعة للحزب والمكاتب الاقتصادية اللي هي تجمع لهم الخاوات من كل المنافذ الحدودية وبالمحافظات السنية، أهم شيء ذول موجودين ويحجون باسم السيد، قال السيد حكى السيد، أي سيد؟ شعب انتهى، دمر الشعب، رجعونا 1000 سنة لي وراء، من هم العمايم والأحزاب الإسلامية ومقتدى الصدر وجماعة مقتدى الصدر؟ يعني هسه أنا أعرف حاشا لله اكو ناس تطلع سب رب العالمين، سب الرسول عليه الصلاه والسلام، اكو هيك نماذج
سيئة، بس انت هاي مسبة رب العالمين والرسول بجهة واللي يسب مقتدى لا هذا غير شكل، يروحوا له للبيت ويدقونه ويضربوه، وصارت عندنا حالات حتى قتلوهم وحتى البنات قتلوها وأذوهن. فصارت عندهم هيك 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 منطق ان السيد اي سيد هذا، مع الاسف والله وصلنا لهيك مرحلة. نعم اشكرك صباح من بعد كلام معنا. علي من بابل تفضل. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عيني سرايا ما لهم شغل بالمتظاهرين، سرايا ما لهم علاقه بالمتظاهرين، هم استحلوا المتظاهرين، هم حموا المتظاهرين، سرايا ما لهم علاقه. بعد من هذول اللي دخلوا؟ ما لهم شغله، السرايا هم اللي حرروا الاراضي من الدواعش او القوات الامنيه والجيش والشرطه، سرايا ما لهم شغله. الذول هم اسمح لي علي. ذول البارحه اللي دخلوا منو؟ عيني هذول ما لهم شغله بالسرايا. ماشي منو؟ ما لهم شغله. السيد غير نعرف منو ذولا؟ منو ذولا العاد؟ علي السيد علي السيد بريء من هاي الحال، السيد بريء من هذول التصرفات الاخ، السيد بريء منهم، يسوي ايش بريء برا منهم، بريء من هذول السراي. لعد منو برايك؟ ها؟ منو برايك اللي يهجم على المتظاهرين؟ ما أعرف، بس مو سرايا. إلى عد منو؟ لا تقول لي سرايا. لا. سرايا هم المظاهرين. سرايا هم المتظاهرين. زين إذا يطلعوا كل المتظاهرين ومثل ما شفنا بالمقطع الفيديو ورسالة وجهوها إلى السيد مقتدى الصدير وقالوا لك إحنا راح ننسحب لأن جماعتك هجموا علينا وضربونا وهاي مو أول مرة، هذا اللي شفناه في بداية الحلقة. بس اسمح لي. اسمح لي بس اسمح لي. أنت من تنفي شيء لازم تجيب لي بدليل، صح لو لا؟ جيب لي دليل انهم مو هم. انت اللي تقول مو هم اللي هجموا البارحه على المتظاهرين، تقول لي مو هم اللي كتلوا المتظاهرين كان في ساحه التحرير ولا في النجف. يعني ما معقوله، ما معقوله انت تنفي والله لان انه انت من اتباع التيار الصدري. انتم مو ملائكه ترى يا اخي، مو ملائكه ولا معصومين، بشر انتم، عليكم جرائم وموثقه من العام 2003 ولغايه الان. يعني لا عبالك الناس ساكته او الناس خايفه من عندكم، لا، هذا واقع حال، واقع حال من 2003 ولغاية الآن، من جيش المهدي ولغاية الآن والقبعات الزرق والسراي السلام. أما هاي القوانا مال حمى والأعراض وكذا صارت قديمة، عفوها شوفوا لكم غير فيلم. نعم، قبل بالدقائق الأخيرة خلونا نقرأ بعض الرسائل وبعدين عندنا موضوع مهم نريد نشير إليه. رسالة من أم محمد تقول السلام عليكم، أشكر هاي القناة على هذا البرنامج الحلو، نطالب بالعفو العام على المساجين وخاصة النساء، نرجو إيصال صوتنا للجهات المعنية. رسالة أخرى يقول السلام عليكم، أريد اليوم من خلال هذه القناة توصلون صوتي، اليوم إحنا نداعي بالعفو العام وبالخصوص العفو عن النساء، يا أخي عدهن أطفال فرحوهن وجاي العيد، وأشكركم. أم نور. نعم، رسالة يقول فيها أستاذ عمر، بالنسبة للمعتقلين يتم تعذيبهم وانتزاعات الاعترافات منهم بالقوة ومن ثم يتم الحكم عليهم بالإعدام أو بالمؤبد، وهذا بالنسبة لقانون 4 إرهاب. رسالة أستاذ عمر وياك إحدى الطالبات جامعة الأنبار، والله أستاذ نعاني من التعليم الإلكتروني، والله المحاضرات ما تصل للطالب بسهولة بسبب النت كلش ضعيف، أستاذ التعليم الإلكتروني دمر الطلاب، المحاضرات ما تصل للطالب بشكل صحيح، أستاذ هم دا يضيعون علينا السنة، والله حرام عليهم، انطوا سنة عبور وفضها. يعني صح النت أوكي هي معاناة، ولكن مال إنه إحنا نلغي التعليم الإلكتروني لا، لأن هذا أوجد شيء من يعني أكو حظر تجوال، طالب ما يقدر يروح للجامعة، ما يقدر يروح للمدرسة، فيعوض بالتعليم الإلكتروني. لكن إنه النت ضعيف بالعراق، نعم ضعيف، هذه معاناة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. معنا اتصال أم محمد من الموصل، تفضلي أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للهجوم أستاذي العزيز اللي صار على المتظاهرين إزاحة. نعم. الأستاذ اللي خابر قبلي يقول هذا مو السرايا. نعم. لعد منه؟
اكو واحد يتجرأ يشيل العلم مالتهم ويفتر؟ نعم. ايه اصلا هم ارهاب، ارهاب دولة مغطي عليهم القانون اخوي، وكل شيء نعرف هذا الشيء. ويرجع لفندي يقول حرروا العراق، حرروا العراق ابني، بس ايش سووا؟ اخذوا كل الشباب ولا خلوها بالسجون؟ هم ايش سووا شيء بخير؟ نعم. ملوا لك السجون كلها سنة وكلها شيعة كلها تهموا هذا الارهاب. هذول عين تقمون اخويا بنار صدام، حرقوا العراق من شمالا لجنوبه، كلنا نعرف بهاي الشيء. انت لو من عادية الشخص الناس ايش عليها؟ صدام راح انتهى مو خويا؟ ايه فالناس ايش عليها؟ حرقت العراق ملك، بس نارهم راح يحرقهم يشيلهم شيل. وان شاء الله ان شاء الله تصير المظاهرة المليونية، وهاي اخر مظاهرة مالت الخلاص. نخلص من هيك نماذج. هم ما سووا دولة، هم بنوا احزاب ما بنوا دولة. نعم. ايه فاحنا نريد وطن، احنا نريد دولة، وان شاء الله ان شاء الله ننظر للثورة، وان شاء الله حتى لو ما نصل للتحرير صوتنا يصلهم. نعم. وان شاء الله صوتنا يصل، واني ممنونة من التكلم. شكرا الله. شكرا ام محمد من الموصل. السلام عليكم. عباس من الناصرية يقول تاير الصدر يشير من منا وهم وقائدهم، أتمنى تجاوب على سؤالي وشكرا لقناة الشعب. إذا كان السؤال إلي فمعروف، السيطرة على الحكومة، السيطرة على الدولة، السيطرة على قرارات الحكومة بكل أشكالها. خلونا نجي على موضوع البارحة. جريدة الأخبار اللبنانية نشرت فضيحة وصفتها بفساد لبناني عراقي في بغداد، وصفت الفضيحة من العيار الثقيل. خلونا نشوف وإحنا نسولف الصحيفة، نشوف المقطع هذا، المقال أو التقرير اللي صدر عن صحيفة الأخبار اللبنانية. قالت بأنه فضيحة فساد من العيار الثقيل فجرت في بغداد أمس، أبطالها عراقيون ولبنانيون وفق مصادر قضائية عراقية. صفقة بقيمة 34 مليون دولار أبرمتها وزارة التربية العراقية مع شركة أرض الوطن في العام 2019. مقر الشركة في بغداد مملوكة لرجال أعمال لبنانيين هم كريم تحسين الخياط، بشير الخشن، ريتشارد صليبة. الخدمات المقدمة هي التأمين الاستشفائي لموظفي الوزارة، أما تمويل الصفقة فمن رواتب العاملين في التربية. ال 34 مليون بحسب هذا التقرير وفق التحقيقات الأولية قسمت على الشكل الآتي: 16 مليون دولار للنائب مثنى السامرائي كما جاء في تقرير هذه الصحيفة، 3 ملايين لوزيرة التربية سهى العلي، 11 مليون مقسمة بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب محمد الكربولي شقيق زعيم حزب الحل جمال الكربولي، 5 ملايين لشركة أرض الوطن، و34 مليون دولار وفق المصادر القضائية لم تقدم الشركة لقائها أي خدمة. هذا التقسيم كما جاء في التقرير لم يكن فسادا قبل شباط الماضي، فالكعكة كانت محمية بتفاهم سياسي بين رئيس البرلمان الحلبوسي والكربولي والسامرائي، لكن انشقاق الأخير و11 نائب آخر عن تحالف برلماني يقود الأول أي محمد الحلبوسي دفع برئيس البرلمان إلى تأديبه كما وصفتها الصحيفة، خصوصا بأن تحالفه برأيه يمثل كما قالت الصحيفة البيت السني، ولا يجوز أن يسمح رأي مخالف لرأيه. هذا الخلاف السياسي صدر واحدا من ملفات الفساد الكثيرة في بلاد الرافدين. مصادر قضائية عراقية تصف الشركة بالوهمية، عقودها بغير المنطقية، هدفها مراكمة الثروات بطريقة غير مشروعة أقرب للسرقة، في وقت تؤكد مصادر الشركة بأنها حقيقية، وعمرنا أكثر من 20 عاما ونعمل في العراق منذ سنوات، متسائلة عن توقيت الاتهام الذي تزامن مع الخلاف السياسي. وفقا لمعلومات هذه الصحيفة فإن القضاء العراقي أصدر مذكرات توقيف بحق الخياط والخشن، ويسعى حاليا إلى أن يصدرها الأنتربول الدولي. وتساءل مصدر قضائي عراقي رفيع كما جاء في الصحيفة عن سبب مسارعة الشركة إلى فسخ العقد مع الوزارة، إذ أعادت في الأسابيع الأخيرة نحو 30 مليار دينار عراقي، 25 مليون دولار من أصل قيمة الصفقة البالغة 41 مليار دينار أي 34 مليون دولار، فيما ترد مصادر الشركة بأنها سارعت إلى فسخ العقد حبيا كما وصفتها، حفاظا على سمعة الشركة
ومنعا لسوق أي اتهام لسوق أي اتهام آخر، مبدية استعدادها لعرض وثائق تثبت براءتها. ما شاء الله، يومية وثائق، يومية فساد من العيار الثقيل بالعراق يومية. طبعا يمكن هاي المواطن من يقول لك ايش ده السولف، شنو 34 مليون دولار؟ بس هذا جزء يسير وبسيط، صرنا على لسان كل العالم، الصحف كلها تكتب علينا، يعني الجماعة اشتهروا بالفساد، ما اشتهروا بغير شيء، بالفساد، بالاعتقال، بالديكتاتورية، جماعة صاروا كل واحد يمثل زعيم وامبراطور، صار كل شخصية سياسية ما تقدر تحكي، يقول لك لا أنت شلون تتهم فلان، مو فلان ده يقتل وعلى الأرض، وفلان ده يعتقل، والشخص الثاني ده يعذب، والشخص الثاني كلهم ده يبوقون، صار لك 17 سنة البلد يجوز الشهر الجاي ماكو رواتب، وتقول لي أنت شلون تحكي على فلان وشلون تسولف على علان. هذه وثيقة جديدة أو تقرير لصحيفة لبنانية عن صفقة فساد في وزارة التربية تقاسمها بعض السياسيين. قبل الختام نقرأ رسالتين. تحية لقناتكم، أطلب من كله كلمة أن تصل إلى المسؤولين على السجناء أن يتقوا الله بالسجناء، لأنهم يعرفون أن 98% منهم أبرياء ولكن سحب منهم الاعتراف بالإكراه والتعذيب. اتقوا الله أيها الحكام، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب، وهذا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن على نبينا صلى الله عليه وسلم، نطالب بالعفو العام. أبو زكريا يقول السلام عليكم، هذه حكومة فارسية يريدون الإساءة إلى المتظاهرين وإلى شباب العراق. نعم، إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.